السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لو أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. النهاردة إن شاء الله معانا موقع تعدين على 3 عملات، البيتكوين والدوكوين والدولار. موقع لسه جديد وموقع بيعطيك 500 جيجا هاش هدية عند التسجيل. لو انت زي ما انت شايف كده احصل على 500 جيجا هاش عند التسجيل. طريقة التسجيل في الموقع بتيجي من هنا تعمل تسجيل وبتحط الايميل والباسورد وبتعمل تسجيل في الموقع، يبقى انت كده سجلت بنجاح. تسجيل الدخول بتيجي من هنا من تالت بعد التسجيل الخانة اللي تحت دي تفويض، وبتيجي تحت هنا وبتعمل تسجيل دخول. زي ما انت شايف كده الموقع بيعدن على 3 عملات اللي قدامكم دولت، لان لسه مسجل في الموقع من شوية. دي لو انت هتستثمر بيقول لك قد ايه، طبعا 0 1 0 يعني انت ما استثمرتش حاجة. لو حطيت 1 دولار بيليك 2%، 5 دولار 3%، 15 دولار 3.5%، وهكذا. هنخش كل البيانات اللي عندك في الموقع عن طريق المربع اللي فوق ده، بتدوس عليه بيفتح لك كل حاجة. الاولية التعديل اللي احنا عليها، لو من هنا لو انت هتستثمر في الموقع هتنزل تحت كده هتحط العملة زي ما انت عايز بقى، بالبيتكوين بالدولار بالدوكوين زي ما انت عايز تستثمر. بتاخد رابط المحفظة ده وبتبعت عليه المبلغ اللي انت عايز تستثمره. هنخش على السحب. طريقة السحب من هنا بتخش كده، طبعا بتفتح انت تشوف العملة اللي انت هتسحبها وبتحددها، وبتحط هنا دي هنا الكمية اللي عندك، وهنا هنا المبلغ الكمية، وهنا المبلغ، هنا المبلغ، وهنا كمية السحب، وهنا رقم المحفظة، وتعمل سحب هيوصل لك رصيد على طول. هنا رابط الإحالة بتاعك اهو. كل واحد هيسجل عن طريقك ليك 25% جيجا هاش عن كل واحد هيسجل عن طريقك. في علاوة مكافأة بتاخدها كل ساعة اهي، بتحصل عليها، بتاخد من 1 جيجا هاش لحد 25 جيجا هاش كل ساعة هدية اهي. حصلت على 1 جيجا هاش. في ايه تاني؟ تاريخ دوت، لو الناس اللي بتسجل عندك بتعرف بالتاريخ بكام، يعني في الوقت قد ايه، امتى. ده الملف الشخصي اللي احنا كنا عليه من في الاول، خروج من موقع اللغة. كده يكون احنا ايه، خلصنا كل حاجة في الموقع واستغل الفرصة، موقع لسه جديد، وان شاء الله كلنا نربح منه. وبكده يكون انتهينا من الشرح. لو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة. الجديد معانا اشترك في القناة وفعل زر الجرس، والناس المتابعينا ادعمونا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله.